في فترة حكم الرئيس العراقي السابق وردت مزاعم بأنه مارس القمع ضد اليهود. يمكن اتهام صدام حسين بكل شيء، بس انه ما كان عدو لليهود، بالعكس لما اضطروا الى شق شارع جديد في بغداد، والشارع كان يمر في المقبرة القديمة اليهودية، صدام حسين اعطى يعني مبلغ هائل للطائفة اليهودية اللي كان يمكن 50-60 شخص يبقوا في بغداد، حتى تنقل كل العظام كل القبور إلى مقبرة جديدة، وهذه المقبرة الجديدة مصورة وموجودة هون في إسرائيل، بيخفوها الدعاه الصهيونية بتخفيها. فلذلك لا أعتقد أنه صدام حسين لو كان سنة 48 49 51 52 الجالية اليهودية كان بقت في العراق.